أكد رئيس مركز شباب الجيزة النموذجي عاطف الزبن أن نشاطات المركز تساهم في خدمة قطاع الشباب في لواء الجيزة الذي يضم 63 قرية في منطقة واسعة مترامية الأطراف، وذلك من خلال استراتيجية سنوية تعد من قبل وزارة الشباب ومديرية الشباب العاصمة. وأضاف الزبن أن المركز يقدم مرافقه لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعاون مشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية في اللواء، وهذا ساهم في زيادة النشاطات الاجتماعية والوطنية والتوعوية التي تقدم للشباب والمجتمع المحلي. تأسس مركز شباب الجيزة بال2007 يعني من مبادرة من جلالة سيدنا لشباب المنطقة في لواء الجيزة. طبعا لواء الجيزة يضم بحدود تجمع سكاني بحدود حوالي 63 قرية. نشاطات المركز متعددة، منها ثقافية واجتماعية ورياضية وتثقيفية لأهل المنطقة، وخصوصا مع الجمعيات الخيرية، مع التنمية الاجتماعية، مع المعونة الوطنية، مع البلدية، مع متصرفي لواء الجيزة، يعني الأشغال، يعني متعددة، يعني كل الدوائر الحكومية بالمنطقة كلها احنا ان فيها تفاعل. نعم. على الرغم انه احنا تخصصنا يعني هو التنميه للشباب ونشاطات الشباب وما يخص الشباب، بس لفقدان المنطقه لنوعيات من هيك شغلات احنا تولينا هذا الموضوع. احنا بالنسبه لنا نشاطاتنا احنا نعمل خطه سنويه لنشاطاتنا بالمركز، طبعا بتوصيه من وزاره الشباب ومديريه شباب العاصمه، لانه احنا مركزنا تابع لمديريه شباب العاصمه بما فيها الام اللي هي وزاره الشباب بالاردن. احنا نشاطاتنا في عندنا نشاطات يعني زي ما تقول يعني محاضرات دينيه، محاضرات اجتماعيه، بالمناسبات احنا بنشارك كامل مشاركاتنا بالانشطه. فعندنا أنشطة تهم والتعريف بالأردن كامل، يعني في عندنا زيارات للتعريف بالأثار، بالمعالم الإسلامية، فنشاطاتنا متعددة والحمد لله. شو توجه رسالة للشباب لواء الجيزة يستفيدوا من هذا المركز وخدماته؟ احنا في ان تعاون كبير والحمد لله، يعني وسمعة المركز يعني ممتازة والحمد لله، يعني حتى بالمنظمات يعني منظمات دولية احنا قاعدين نتعامل. الشباب اللي عندنا هان متعاون، بس في عندنا مشكلة اللي هي مشكلة تباعد المسافات بين المناطق والمركز. يعني احنا في يعني تعاوننا الكبير والاكثر ضمن منطقة اللي هو الجيزة مباشرة. في عندنا مناطق بعيدة يعني صعب التعامل معها، ليش؟ لأنه ما فيش مواصلات، يعني الشاب لما يجي يعني خاصة مساء يعني وقت اليوم الصباحية أو فترة الظهيرة، لا في يعني، بس مشكلة المساء يجد صعوبة بالمواصلات. شو المطلوب أختك يعني؟ والله يعني المطلوب أنه مثلا يعني لو أنه يتأمن المركز بباص أو بآلية، يعني الطريقة يعني يشوفوها. إحنا عندنا الأنشطة اللي إحنا نقيمها يعني وزارة الشباب تعطيهم بدل أجرة يعني، بس المشكلة انه بتأمين المواصلة، يعني انت تأخذ الأجرة يعني بيعطوك يعني تدوك دينارين، بس المناطق مقطوعة يعني ما في مواصلات، يعني لما تيجي مسافة مثلا من زيزيا بدك تطلع على حمام الشموط او على الزميلة او على اللبن او على ما، يعني دينارين ما تقدر تأخذ تأمين مواصلات. طيب المطلوب باص للمركز يعني بتناشد. والله احنا هو يعني شغلة اكون صادق وصريح معك هي صعبة، بس طيب نتمنى من هالموضوع. ليش موازنة المركز السنوية عشان تصرف على النشاطات؟ موازنة المركز يعني تقريبا يعني احنا معدل بحدود حوالي 4000 دينار يعني بالسنة. يعني دي ضمن الانشطة اللي احنا بشكل عام كامل. جانا بحدود حوالي 5000 دينار عبنا انه نعمل صيانة للقاعة، القاعة المركزية بالمركز. احنا القاعة هي قاعة المركز هي القاعة الوحيدة ضمن منطقة لواء الجيزة كامل، يعني ما في قاعة بلواء الجيزة كامل، لا عند البلدية ولا عند المتصرفية. قاعتنا هام تتسع بحدود حوالي 250 شخص يعني. إذا ينقام فيها نشاطات اجتماعية وينقام فيها نشاطات وطنية كاملة. بس ومحاضرات توعية كله كامل، يعني احنا بنشاطاتنا كلها قائمة يعني بشكل جيد جدا يعني.
والحمد لله يعني حتى انه اللي نفعنا احنا انه سمعة المركز صارت يعني معروفة يعني بالنسبة للمنظمات الدولية اللي هي تعمل نشاطات او دعم بالمملكة، والحمد لله. بارك الله فيك.